السلام عليكم، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة أم مروان. هذا آخر فيديو عايزين نعد معكم في الجولة دي اللي جيت بها من فالنسيا. هذا آخر فيديو اللي بقى عندي مسجل. نتلف هذه الليلة لأن الليلة طويلة في الفيديو كم سجلت صورت مع سجل معكم نعدل معكم هنا في هذا في البياخ ديالي. دابا انا هو في الطريق كما قلت لكم مع الوسطه غدا في السبع ان شاء الله 26 هذا شهر مارس 2022. هنايا كاين الفينكا ديال التشين كما كتعرفوا فالنسيان معلومه بلي التشين. حاولت اني نصور معكم، كاين الجنان لي جناوة كاين لي باقي. دابا حنا عاد فوتنا أليكانتي، راه بزاف الناس لي كيعرفو باقينا هو في الطريق. كاين الصداع ديال الناس، عيجيكم الصداع ديال الناس في الطريق، ولكن بغيت نحيد هاد الفيديو باش نعلقو لأن التليفون تعمر لي تبلوكاني مرة بقوة التصوير. صورت بزاف الفيديوهات معاكم. كاينين بعد لي تشين تبارك الله كيتلقانا عامر، ولكن كنا نمشي في الكراطي راخي كان كيجري بزاف على حساب الشتا وداكشي، ما كاينش كيجي التصوير واضح، ولكن مع ذلك غنحاول انني نصور شوية بشوية. واخا التصوير كيجي بالزربة على حساب الطريق كيجي شي واضح. دابا انا هو دابا بحالي ماشي لفالنسيا، هاد الصور هذا كنا هو نبانسي باش نركبو لان كنت مقطع من البارح. ودابا كنصور معكم كنودع بانسي مشى فحالي سير وقاش عاد نجي ان شاء الله. شربت معكم هاد الجوله هادي في الطريق. الشتا تبارك الله، الشتا خبط والشمس ما كنشوفوهاش بقوة الشتا. قوة الشتا و حتى الصوت يتبدل لي مع كنكون سخونين في الطوموبيل كنخرجو، يعني تبارك الله الجو هنا مبدل بزاف على الجو ديالنا حنا في الأندلسية في ستيبونا، يعني هاد الجو ديال المغرب. هاد البلاصة هادي كلها فلاحة كما كتشوفوها، هادي الكراتير الكبيرة اللي كطلع على برشلونة. شتو معايا الناس عندهم من الفلاحة ديالها مغطية. سمعناش خبار مزيان، نتمنى يكون هاد الخبر اللي سمعناه بلي قال الديوان غادي يتحل ان شاء الله يا ربي. دابا الوكاسيون زيادة العام هو ساليتو، العام الجاي ان شاء الله يا ربي نتمنى تكون رجعت الامور كما كانت وتكون تسلح الطريق وتكون الديوانات بصح يعني تحلت من العام الجاي وتكون تحيدت هاد البقونة وهاد التحاليل وهاد الشي هذا كامل. نتمنى يا ربي تكون تثبت الدنيا ونهود معكم ان شاء الله. نهود المغرب غادي نصور معكم بزاف الفيديوهات اذا هود اذا كنت من قيد الحياه ان شاء الله يا ربي يطور بك العمر. العام اللي جاي دابا حنا وصلنا لمراكا، عفوا لفالنسيا. هذه هي فالنسيا، وصلنا لها عفوا غلط. الشتا تبارك الله الشتا بزاف، وصلنا لفالنسيا لقينا الشتا تبارك الله مجهدة بزاف كما قلتكم. نتمنى العام اللي جاي يكون تحلت الديوانة، سمعنا بلي قالوا عاد تحل وتكون تسلحت الأمور ان شاء الله يا ربي. نهود غنشارك معكم فيديوهات في البادية ديالنا في الجبل ديالنا، وغنوريكم الأجواء ديالنا كيفاش ني إلا كنا من قيد الحياة وكان عمرتو إن شاء الله يا ربي. كنوعدكم مين غادي نهود غنشارك معكم فيديو إن شاء الله يا ربي إلا كان عمرتو. هادو هما جي هادي جهة البحر، هي كنا في الطوموبيل واقفين في الستوب. هاد المنظر غزال تمايا ولكن مكانش كيبان بزاف لأن في الطوموبيل.
وسط فالنسيا في السنتر ديالها، يعني داخل في المدينة. شتات تبارك الله غير خباطة. كاين التحاس يعني في وسط المدينة، ما جينا في وسط المحطة، يعني نص ساعة حنا في وسط المدينة. كنت كنتحس بزاف وكاين سطوب بزاف. هذا هنايا في وسط السنترو، هذا الأوتيل. بزاف الأوتيلات هنا الداخل كما قلتكم. هذه الخاصة يعني داخل وسط السنترو فالنسيا، تحت عند فيها اللي لاحظتو. تبارك الله، شتا شتا الجهة اللي هنا بزاف. كما قلتكم يعني بزاف الناس، العائلة ديالي، بزاف الناس هنا اللي مقيمين هنا بالخارج، اللي خارجين أرض الوطن، كلهم ساكن فرحانين، كلهم عايشين من الطريق، كلهم كيترجاو الله. زعما تحل الديوان، الناس كلها دوز في حالها، تشوف العائلة ديالها. يعني الناس قنطز مساكين في هاد كورونا، يعني كلشي ساد، كلشي كلشي الناس متوحش من بلادو، يعود يعمل صلة رحم مع الأسرة ديالو. هل عنده المشاريع ديالو في المغرب، هل عنده العائلة ديالو، اللي عنده والديه خوتو. كما قلتلكم يا ربي ونرجع الأمور كما كانت. ديك الطريق محلولة كما شحال هادي، يعني الناس كلها هكا تجي شهر 7 8، الناس كلها هو هذا الشتاء، هذا هو المغرب. تشوف هذاك الناس يعني كانت كتنوض فينا ديك الحاحة، كتنوض فينا هاد المغرب. دابا الناس مساكن، كل عين عند الطريق من المغرب. وشي كي كلشي كيطلب ترجع الامور كما كانت. وهذه هي الاجواء اللي جوزتها معاكم. دابا حنا قريب نوصلو المحطة داخل فالنسيا، وكنتمنى كل هذا الفيديو اللي شاركته معكم يكون لإعجابكم. هذا السمعة اللي شفتوني هي قديمة، يعني حاولت أني نصور معكم. هذه تهي يعني بني قديم، ما عرفش شنو التاريخ، يعني كنت كنصور من داخل السيارة. تخيل نتمنى يا رب نكون خفيفة على قلوبكم، يكون هاد الفيديوهات كاملين عملت معكم يكون الإعجاب ديالكم. وما تنساوش تدعمونا باللايك واشتراك بالقناة باش يوصلكم كل جديد. بارطاجو الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء، فضلا وليس أمرا. هذه هي المحطة، ندور من الجهة الأخرى. باش ندخل من داخل ان شاء الله. دابا حنا صافي وصلنا لنهاية الفيديو، مع السلامة.